إلى أين تمضي أبو ظبي بالانتقال؟ وإلى أين يمضي الانتقال بعدن وأبنائها؟ ما هي تداعيات محاولات الانتقال لتحويل إيرادات الدولة السيادية إلى حسابات خاصة به؟ هل تتمكن الشرعية من استعادة الموقف؟ أم أن المؤشرات تقول إن البلاد ذاهبة إلى التشظي؟ أهلا بكم. تصعيد متبادل بين الشرعية والانتقال الجنوبي المدعوم إماراتيا، إذ نددت حكومة الشرعية بقيام المجلس الانتقالي بفتح حسابات بنكية خاصة للتصرف بإيرادات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن. كان المجلس الانتقالي الجنوبي قد اتخذ الخطوة الثانية عقب إعلانه الإدارة الذاتية، إذ أعلن عن سيطرته على إيرادات 7 مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن وفتح حساب خاص لتحصيل إيرادات في البنك الأهلي. والمؤسسات هي مؤسسة الضرائب وجمارك المعلى وجمارك المنطقة الحرة وضرائب كبار المكلفين وهيئة الموانئ وشركة النفط وشركة مصافي عدن. يأتي هذا وقت تشهد فيه عدن تردي حاد في الخدمات مع انتشار الأوبئة والأمراض في المدينة منها فيروس كورونا، فيما ترى الحكومة أن هذه الخطوة تطورا خطيرا في نهب موارد الدولة، مطالبة بوقف هذا الإجراء الذي يعمق مأساة الناس. يمضي الانتقال لتمكين سلطته بالحديد والنار، متواعدا أي احتجاج بعقوبات قاسية. قتلوا على إيش؟ تقول الله على المناصب على الكراسي، روحوا من عدن، ما نشتد دخل حنموت. على خطى الحوثيين يستمر المجلس الانتقالي في خطوات تقويض مؤسسات الدولة دون إبداء أي مؤشر لتحمل مسؤولية نتائج سلوكه على الأرض. يواصل المجلس إنكار المسؤولية عن الخدمات في الوقت الذي يستكمل فيه السيطرة على الموارد وعرقلة عملية تصدير النفط من محافظة شبوة، التي كانت بعض حقول النفط قد عاودت عملية الإنتاج بشكل متواضع منذ العام الماضي. المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات كان قد أعلن عن سيطرته بشكل كامل على إيرادات 7 مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن وفتح حساب خاص لجني الإيرادات في البنك الأهلي، وتتضمن الجهات الإيرادية المسيطر عليها أهم المؤسسات كمصلحة الضرائب وجمارك المعلى وجمارك المنطقة الحرة وضرائب كبار المكلفين وهيئة المواني وشركة النفط وشركة مصافي عدن. الحكومة اعتبرت هذا التصعيد من طرف الانتقالي رفضاً واضحاً لمقتضيات اتفاق الرياض واستمراراً لتمرده المسلح منذ أغسطس الماضي، وسيترتب على هذه الخطوة تعميق معاناة المواطنين في عدن، وخاصة مع انتشار الأوبئة والأمراض في المدينة منها فيروس كورونا كوفيد-19. المجلس الانتقالي وعلى الرغم من إعلانه الترحيب ببيان سابق صدر عن التحالف دعا فيه للتراجع عن إعلان الإدارة الذاتية، إلا أنه لا يزال يمارس السلطات ذاتها التي خولها لنفسه بموجب إعلان الطوارئ والإدارة الذاتية. وبينما يتزايد السخط الشعبي وسط دعوات للتظاهر احتجاجا على تردي الخدمات في عدن، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن المجلس الانتقالي تمنع انتقاد المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل النقل العام، وتفرض غرامة قدرها 1,000,000 ريال والسجن لستة أشهر لكل من ثبت تورطه في بث الدعاية وإقلاق السكينة العامة حسب التعميم الموجه لإدارة أمن عدن. إذن بداية مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ عادل الشبحي عضو إدارة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي من الرياض، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ عادل. مساكم الله بالنور لك والجميع المشاهدين. إذن بداية دعني أسألك أستاذ عادل، هذه الخطوة التي قمتم بها وهي الاستيلاء على 7 دوائر حكومية وتحويل حساباتها إلى حساب خاص بكم، ألا تتناقض مع التهدئة التي تقودها السعودية؟ أولاً الخطوة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي كانت مبنية على تفويض شعبي للمجلس ولرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في 4 مايو وإعلان المجلس الانتقالي في 11 مايو من 2017،
وانتظر المجلس الانتقالي وتعاطى بكل إيجابية سواء مع الشرعية أو مع التحالف العربي، وهو جزء من هذه المنظومة الكبيرة التي تخوض الحرب ضد الحوثيين وضد المشروع الإيراني وكذلك ضد الإرهاب، وحقق نتائج يعني بدعم التحالف العربي على الأرض يشهد بها الجميع. وهناك أسباب جوهرية وموضوعية لهذا الإعلان ذكرت في البيان، وهي مبررات واقعية من الأرض. السنوات التي مضت على الأقل 5 سنوات الأخيرة الشعب يعاني، وأبناء عدن والمناطق الجنوبية والمدن الجنوبية يعاقبون بكل شيء سواء من حيث القرار والدعم وعدم التعامل بمسؤولية وحرص من قبل الحكومة. وهناك صراع داخل الحكومة أثر على الناس في عدن، هناك صراع تيارات سياسية داخل الحكومة، هناك صراع بين شخصيات نافذة وفاسدة، وآخرها كان تصريحات متبادلة بين رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة أمام باعترافات رئيس الحكومة بفساد مليارات الريالات على الأقل خلال فترة وجيزة. نحن لم نستولي على المؤسسات، وإنما المؤسسات هذه أعيدت إلى الشعب وهي إيرادات من حق الشعب، والشعب يستحق أن تكون له جزء مهم من هذه الإيرادات. نعم، هل تريد القول بأنكم أكثر حرص على الشعب وعلى الخدمات التي تقدم للشعب؟ نحن إذا لم نكن كذلك فلا يمكن أن نتقدم المشهد ولا يمكن أن نتصدر المشهد من أجل الشعب. طيب، في ما الذي تم تقديمه للشعب منذ يعني أن تكون هذا المجلس؟ يعني على العكس، ربما يتم تداول يعني منع ب يعني أنتم تحاولون أن تقدموا أنفسكم للمواطن في المحافظات الجنوبية كأداة قمع جديدة تبشر بمستقبل استبدادي. يعني هل هذا ما ينتظره منكم المواطنون في هذه المحافظات؟ هذا في نظركم أنتم، لكن احنا بالنسبة لنا العلاقة بين قيادة المجلس الانتقالي والشعب علاقة ود وعلاقة مصير واحد، ونحن من الشعب أصلا، ولم نكن يوما إلا جزءا من هذا الشعب وفي وبين الشعب في سواء. طيب، هذا ليست من وجهة نظرنا أستاذ عادل، يعني نحن ننقل وجهة نظر الناس. نحن طيب يعني عند هذه النقطة فقط، أنتم لم تنقلوا وجهة نظر الناس خلال 5 سنوات ومعاناتهم في عدن. ننقلها دائما أستاذ عادل، هذه النقطة بالذات لا تستطيع أن تجادلنا فيها، اليوتيوب مليء بالحلقات التي تتحدث عن الوضع في عدن. الله يحفظك. نعم، لكن دعنا وجهة النظر. تفضل. دعيني أناقش وكمل وجهة نظري وكمل ردي على السؤال واسألي ما تريدي. أنت حضرتك هنا، وجودك كتديري حوار وتسألي أسئلة، لا تقدمي أنت كرأي مناهض لي. نعم، أنا لا أقدم، ولكن أيضا لا أقبل بوجود مغالطات أستاذ عادل. تفضل أكمل إجابتك حتى ننتقل لوجهة نظر الناس. يعني مغالطات فلا تستضيفونا إذا كانت تعتبرونها. لا، حين تتهمنا بأننا ننقل وجهة نظرنا الخاصة، هذه مغالطة أنا أعتبرها. لا، لم أتحدث عن أي معلومات. أنا لا أريد. يا أختي الكريمة، لو سمحتي، لو تكرمتي، لا أريد الدخول في مناكفات. ولا أنا وليس من طبعي أستاذ عادل. تفضل، خذ وقتك للإجابة حتى أنتقل لرأي آخر. نحن 5 سنوات الشعب يعاني، ونحن المجلس الانتقالي كان أنشئ ككيان سياسي مفوض من قبل الشعب في الجنوب، أعطى مساحة كبيرة للشرعية أن تدير وأن تقدم خدمات لهذا الشعب. عندما فشلت هذه الحكومة في إدارة أو توفير أدنى مستوى من الخدمات لنا كمواطنين وللشعب كامل، نحن ما يهمنا الآن في المحافظات أو في مناطق الجنوب أنها فشلت هذه الحكومة، وأتت ومكنت مسؤولين فاسدين وفقط من أجل مناكفات سياسية. والدليل على ذلك التصريحات المتناقضة الآن بين الحكومة وتصريح معين عبد الملك كرئيس وزراء يتهم فيها نائبه باختلاس وسرقة مليارات الريالات. هذه تصريح الحكومة نفسها. نحن وضعنا أولى الخطوات في الإدارة الذاتية، ومن حق الشعب أن يراقب الأداء
الذي يقوم به المجلس الانتقالي منذ إعلان الإدارة الذاتية، ونحن وفق تعاطينا وتواصلنا مع المؤسسات العاملة في عدن دون إحداث تغيير، تعاملنا مع المكاتب التنفيذية التي أقصتها المنظومة الإصلاح ومنظومة الشرعية وأبعدت دور المكاتب التنفيذية في المحافظة منها في عدن، وهذه المكاتب هي من تدير العملية الإدارية والعملية التنموية والخدمية. نعم، إذن عند هذه النقطة أستاذ عادل، إذا سمحت، يعني قلت بأنكم يعني تريدون أو ستسمحون للشعب بمراقبة ما تقومون به، ولكنكم ربما رفضتم أول احتجاج لهذا الشعب الذي تتحدث عنه. سأنقل لك وجهة نظر الشارع في الجنوب، اسمح لي فقط أستاذ عادل، يعني حتى لا تقول بأنها وجهة نظرنا نحن. دعني أستضيف معنا الأستاذ مدرم أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري، عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ مدرم. والمتحدث الرسمي المتحدث الرسمي لمسيرة كلنا الأجنبية عدن. اسمع مغالطات هذا المدعو عادل، استاذ المغالطات. اسمح لي استاذ مدرم، اسمعينا اين عادل؟ اين قيادة الانتقالي اللي تحددون عن الحراك او 5 سنوات؟ الحراك الجنوبي من 2007، من كان الاملس الذي كان يكحل الجنوبيين؟ هاني بن بريك الذي احمد بن بريك الذي اعتقلنا انا في 2016 عندما كان مسؤول دافع عن الشرعيه في المكلة بالثلاثين من نوفمبر. الانتقالي هو وليد أداء أجنبية لا يمثل الجنوب ولا يمثل قضيتنا الجنوبية. هؤلاء ناس يستكسبون من قضيتنا، نحن عانينا السبوع. اسمح لي استاذ مدرم، يعني حتى يكون الحوار، اسمح لي ولكن اسمح لي استاذ مدرم، يعني لم تتح لي حتى فرصة السؤال، يعني رجاء دون اتهام اي طرف، نحن نناقش افكار. نعم تفضل. أوكي. ناقش لي الفكرة دون يعني أن تهاجم أي شخص، تفضل. اليوم خرجوا الجنوبيين، اليوم خرجوا أبناء عدن. تفضل. لم نتحدث عن الجنوب، عن عدن وما تعاني من خدمات، نتحدث عن خدمات، لا نتحدث عن مطالب سياسية ولا مطالب. نعم. عسكرية ولا مطالب أمنية، خدمات حقوقية. خرجوا أبناء عدن ولن يستطيعون أن يسمعوا صوتهم. هؤلاء لا يفكرون إلا بالعقلية العسكرية القمعية. ألا يسمعون لأبناء عدن ماذا تريدون؟ ما يوقعكم؟ ما يضركم؟ أراضي عدن من نهبها؟ القوات الآن المتواجدة في عدن، أين الشرعية؟ الشرعية نحن نسميها قوات احتلال. قوات احتلال هم معترفين بها ونحن لا نعترف بها. هم جزءا منها. الشرعية مش متواجدة، كل القوات والألوية المتواجدة في عدن، ألوية أداة الإمارات اللي قوات انتقالية، الأراضي التي تنهب أراضي عدن، من الذي ينهبها؟ الشرعية أم الانتقالي؟ الآن الفساد الذي في كل عدن، من؟ الآن المسيرة التي قمعت في عدن لأبناء عدن، نحن أشدنا وقلنا نحن نستهدف الفساد، نستهدف الفساد أيا كان، فساد الشرعية، فساد الانتقالي، فساد السلطة الحاكمة، فساد السلطة المحلية، فساد الأفراد، فساد التجار، فساد الأخلاق. فليقولون نحن معكم. لا، خرجوا نحن بالمدرعات والأطقم والرشاشات وحاصروا كريتر، وتشاهدون الآن الصور، وقمعوا الناس بكل السبل. عفاش ما عملش ليهم الخيار العسكري لكل الأنظمة العالمية ولكل القوات في المختلف العالم حينما تلجأ له أمام شعبها أو أمام المعتصمين أو أمام السلميين، هو إفلاس، إفلاس فكري، إفلاس أخلاقي، إفلاس إرادة. نعم، إذن اسمح لي الآن أفلسوا. نعم، اسمح لي أستاذ مدرم أنقل هذه الصورة للأستاذ عادل الذي استمع إليها وهو يعيها بطبيعة الحال. يعني الناس يعانون أستاذ عادل ويموتون جراء الأوبئة والفيضانات والحميات، وأنتم يعني كل همكم صراعات سياسية، إحداث الفوضى هنا وهناك في سقطرة، في بلحاف، في الكثير من المناطق، والاستيلاء على المؤسسات الإرادية، يعني وضع خطا تحت هذه العبارة. يعني اليوم يتحدث معنا الأستاذ مدرم بأنكم ضقتم ذرعا بصوت الناس التي تعارضكم، يعني أنتم يعني من هو ضدكم خرجتم له بالمدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة، فعن أي شعب تتحدث أستاذ عادل؟
أختي الكريمة، أنا أولاً لم أعرف هذا الشخص وليست لي تواز ولم أسمع بهذا الاسم. ليس بالضرورة أن تعرفه، يعني هل مطلوب أن يكون بينكم تعارف؟ اسمعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أختي آسيا، ما يصلح الكلام، أنا لسه ما أكمل. تفضل. لسه ما أكمل، سمحتي له وهو يصفني بالمدعو ومع ذلك مررتي له هذه الكلمة. لا، أسكته أستاذ عادل، لم أسمح له للأسف. لا، لم أسمح له ولن أسمح لأحد، يعني هي ليست موصلة لتراشقات فيما بينكم. تفضل أجبني على سؤالي. لا، أنا أريد أن أوضح أنني عدم سماعي بهذا الاسم ما بيننا حتى يصفني بهذه الأوصاف. أنا لا. يا أختي آسيا، أتحدث عن هذه المطالب التي أتحدث عنها، هي دوافع وأسباب جوهرية ذكرت في البيان، وخرج المجلس الانتقالي الجنوبي وأعلن الإدارة الذاتية التي أبناء المحافظات الآن يديرون المدن ويديرون الإدارات بسبب هذه المطالب التي يتحدث عنها. كنا نسمع هذا الاسم، لم نسمع به خلال 5 سنوات، والتي يسميها قوات الشرعية قوات احتلال لم يخرج. إذن الآن هو يخرج يطالب الخدمات من من؟ من قوات الشرعية يعني يقصد، أم من المجلس الانتقالي الذي لسه لم يمضي إلا أيام على الإعلان وهو في طور الترتيب، وأعلن عن واحدة من قبل يومين فقط بداية توريد هذه الموارد التي أثرتم عليها ضجة في وسائل الإعلام التي تنتهج أو تتبع أطراف أو جهات مناهضة للمجلس الانتقالي سياسيا. ولذلك يا أختي الكريمة، نحن نتحدث عن إن عدن قتلتها الحميات والوبائيات، ونحن في حالة طوارئ، يجب أن يعرف الجميع، والجميع يعرف أن تجمع لأكثر من 5 أشخاص في المعايير العالمية ممنوع في كل دول العالم وفي كل المدن وفي كل البلدان، ومع ذلك يظهرون فجأة لتجمع ليس له يعني أي مبرر. بالعكس، نحن يطالبون المجلس الانتقالي، وضغطت وسائل الإعلام وضغط وسائل التواصل الاجتماعي وضغط أبناء عدن أنفسهم على المجلس الانتقالي من أجل إصدار قرار حجر أو حظر التجوال، ونحن في حالة طوارئ وفي حالة كورونا، ومع ذلك يظهر بدعوة إلى التجمعات دون أي معايير أو احتياطات أو احترازات. يعني السبب الوحيد هو السبب الوحيد اللي قام هذه التجمعات هو أن البلد في حالة طوارئ. سمحتي. نعم. لو تكرمتي، التوجهات، نحن في حالة طوارئ نعم، وفي حالة حظر للتجوال، وفي حالة حميات وفيروسات. الجميع انكب وعمل كخلية نحل واحدة، ومن ضمنهم في بدايتهم لجنة الإغاثة ولجنة الأزمة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك المنظمات الأهلية ومركز الملك سلمان والهلال الأحمر، وتجمعت هذه القوى وغابت من يريدون الدفاع والظهور باسمهم من أجل عدن. هناك متضررين، وهناك شوارع مليئة بالقاذورات ومخلفات السيول، هناك أيضا تجمعات للبعوض وناقلات الحميات، هناك أزمة كبيرة جدا يسعى المجلس الانتقالي ليلا ونهارا من أجل تحسين الخدمات وتغيير الوضع الذي خرجنا بسببه وأعلننا الإدارات الذاتية بسبب هذا الوضع وتردي الخدمات، في ظل أنهم يسكتون سنوات طويلة يظهرون اليوم يطالبون بالخدمات، ولسه لم يمر إلا أيام على إعلان الإدارة الذاتية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. نعم، إذا أستاذ مدرم، يعني ما حدث اليوم والبلد أو عدن تشهد حالة طوارئ ومنع للتجمعات بسبب كورونا وبسبب الحميات الموجودة، ويعني الجميع يعلم أن العالم لا يتيح التجمعات بصورة كبيرة، وأنتم قمتم بعمل مظاهرة هي تعد مخالفة للمعايير الصحية، وكان هذا هو سبب المنع، ما رأيك؟ نعم، لم يعد معنا الأستاذ مدرم، سنحاول التواصل بك مجددا. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور علي العبسي المحلل السياسي من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. أهلا بك أستاذ علي. كيف يمكننا قراءة استمرار الانتقال في ممارسة أعمال السيادة وفي نفس الوقت ترحيبه ببيان التحالف الداعي للتهدئة والذي دعت أيضا فيه للتراجع عن إعلان الإدارة الذاتية؟ يعني هذا متعلق بتكوين وتركيبة المجلس الانتقالي الجنوبي، يعني هو ليس حركة سياسية وليس له تاريخ سياسي، هو عبارة عن مجموعة من أمراء الحرب، من أمراء الذين بعض الشخصيات الذي قاتلت الحوثي
وأبلت بلاء حسنا في مسألة القتال الحوثي، ثم استغلتها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلمتها وسلحتها وجندت لها جنود وسلحتهم ومولتهم، وبالتالي هم عبارة عن شخصيات عسكرية في أفضل الأحوال، إذا لم تكن حتى بعضهم ليس لديهم حتى خبرة عسكرية، مجرد كانوا يعني شخصيات مؤثرة اجتماعيا ولديهم يعني محيط اجتماعي يساندهم. بالنتيجة المجلس الانتقالي ليس له عقل سياسي، المجلس الانتقالي عبارة عن ردات فعل، هو يتصرف بردات الفعل، يميل أكثر إلى الاستعراض أكثر ما هو يميل إلى تحقيق سياسات، ليس لديه خطة استراتيجية، هو يريد استعادة دولة الجنوب وليس دولة الجنوب السابقة التي كان يحكمها الحزب الاشتراكي، ولكن الدولة التي أنشأتها، أو ليس الدولة، الكيان الذي أنشأته بريطانيا في نهاية استعمارها للجنوب الأمريكي. كما قلت المجلس الانتقالي يقفز الآن إلى الأمام، يهرب إلى الأمام، ليس لديه أي خطة استراتيجية، كل ما يمارسه هنا عبارة عن تكتيكات وقتية ولحظية يقصد منها الاستعراض بالنسبة لمناصريه وبالنسبة لمن هم أصلا يمولونه الإمارات العربية المتحدة، ويعمل بالضبط من الحكومة الشرعية ولكن بسياسة الكيد، يعني ليست سياسة حقيقية، ليست سياسة مبنية على أسس أو حتى ستقدم أهداف المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي فقد شعبية كبيرة في عدن وفي مدن وحواضر كثيرة، يعني المجلس الانتقالي تحول من المجلس الانتقالي الجنوبي، لم يعد جنوبيا، أصبح مجلس انتقالي قروي مناطقي يتركز في منطقتين أو ثلاث مناطق بالكثير في الجنوب. لا يمكن أن تتحدث عن المجلس الانتقالي الجنوبي يمثل حضرموت أو يمثل شبوة أو يمثل المهرة أو سقطرة، ولا حتى أبين، ولا أيضا حتى لحج، ولا حتى أيضا القوى الاجتماعية الموجودة في عدن، هو يمثل منطقتين فقط، ويعود إلى استجرار الصراعات المناطقية التي شهدها الجنوب منذ حرب الاستقلال وحتى أيضا في تحت الحزب الاشتراكي. بالنتيجة المجلس الانتقالي ليس لديه سياسة واضحة يتبعها، وهو عبارة عن كما قلت عبارة عن ردات فعل، عبارة عن استعراض، استعراض أمام جماهيره، يريد أن يفعل أي شيء يثبت أنه قادر على ممارسة السيادة، ولكنه لا يمتلك لا الخبرة ولا الإرادة ولا حتى لديه الرغبة أصلا، يعني هو يهرب. نعم، سأعود إليك عند هذه النقطة دكتور علي، ولكن اسمح لنا عاد معنا الأستاذ مدرم أبو سراج. أستاذ مدرم مرحبا بك مرة أخرى، وكان يتحدث معنا الأستاذ عادل بأن المنع جاء بغرض الحماية لهؤلاء المتظاهرين، حيث أنه يعني عالميا معروف أنه في ظل وباء كورونا لا يعني يسمح بتجمع أعداد كبيرة، وأنتم خرجتم بمظاهرة رغم فرض الطوارئ وعدم الخروج في عدن. الله أكبر، الله أكبر، حق يراده باطل. لو كان الانتقالي يعني هادي نيته طيبة وصالحة لكان رفع السماعة واتصل بالقيادة المنظمة وتشاور معها وحذرهم وقال لهم يا أخواني يا أبنائي يا رفاقي يا أبناء عدن يا أبناء أهلي، ولكن هذا حق يراد به باطل. مراقع تدخل الديانات الملآنة قات التي تأتي من منطقة معينة في الجنوب وتبيع القات في الأسواق وفي أطقم، وحماية الانتقالي والأسواق القات مقدسة، لماذا لا يحمي المواطنين؟ سبحان الله، يعني في شيء قابل شيء. الشيء الآخر، لا يوجد، أنا أقول لا يوجد هناك كورونا في عدن، الكورونا هو استثمارها ماليا لاستنزاف منظمات الصحة العالمية والدمى المانحة. نحن نشخص المرض، لسنا في صدد يعني تحديد هل في كورونا موجودة أو غير موجودة، وجود عدد من الوفيات عن هذا الشيء. نعم. مع هذا الآن 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 في هذه اللحظة داير في شارع الطويل إطلاق رصاص في الدشكة على المتظاهرين، والآن وصلنا بعض الفيديوهات والآن عممناها ويمكن وصل لقناتكم جزء منها. الشباب الآن في صدور عارية يقولوا نريد كهرباء نريد ماء. الآن لكن يتحدث الأستاذ عادل، اسمح لي أستاذ مدرم، بأن هذه هي أصلا مطالب الانتقالي الذي خرج من أجلها، يعني هو يجد يعني بأن الحكومة عجزت عن توفير هذه الخدمات فهو خرج المطالبة. الحكومة والانتقالي عجزوا، والشارع قال تسقط الحكومة ما تسمى الحكومة الشرعية ويسقط الانتقالي. الانتقالي ليس هو إرادة شعبية جنوبية أو عدنية، هو إرادة أجنبية.
أين قيادة الانتقال؟ عند هذه النقطة اسمح لي أستاذ مدرم، ربما اتفقتما عليها ضيفي الدكتور علي وأنت. إذا يعني يرى الدكتور علي العبسي، وربما استمعت لحديثه وكذلك الأستاذ مدرم، بأنكم لستم إرادة شعبية. الدكتور علي يجد أنكم إرادة مناطقية، لا يوجد لديكم خطة سياسية ولا بعد سياسي، وإنما مجرد يعني رد فعل واستعراض أمام جماهيركم الذي تناقصوا تماما في كثير من المناطق. واستمعت لحديث الأستاذ مدرم، ما رأيه؟ وقال الدكتور علي أيضا أن حضرموت غير موجودة وليس لها أي دور، ورئيس الإدارة الذاتية والذي يقود الإدارة الذاتية في عدن منذ إعلان البيان هو اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، وهو محافظ حضرموت السابق، وهو ابن حضرموت الأصيل. نعم، لكن حضرموت أعلنت بأنها ليست مع بيانكم أستاذ. لا 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 لا، أعلن المحافظ، وأعلن المحافظ ووضح موقفه في عدة تغريدات، والأمور تسير بشكل جيد ولا يهمنا نحن الصراعات والمناكفات. وماذا قال؟ نحن نسير وفق التعاطي ودعوة المحافظين. أولا ذكرت بالبيان دعوة المحافظين والمسؤولين، ولم نأتي لنشطح على أحد ونتجاوز أحد. نحن نريد التعاون مع الجهات المسؤولة والتنفيذية الموجودة والسلطات المحلية جميعا. ومن أراد أن يستمر نهب ثروات الجنوب وإيصالها لمنظومة إيديولوجية تتحكم بالدعم والقرار داخل الشرعية واستمرار القرار المركزي، هذا أمر غير مقبول. أنا أرجوك أخت آسيا وأدعو قناة بلقيس أن تعمل حلقة غدا عن الإدارة الذاتية في مأرب منذ 4 سنوات، وأيضا عن دور النائب رئيس الجمهورية علي محسن منذ تعيينه على الأقل نائب الرئيس، وماذا الذي أضافه للحكومة الشرعية، وما الذي أضافه للحرب وللجبهات، وما الذي حققه عسكريا، وهو الذي كان منتظر منه أن يحقق انتصارات عسكرية. هناك ملفات كبيرة جدا ينتظرها الجمهور من قناة بلقيس أن نناقش العديد من القضايا. أستاذ عادل، لأنكم تصرون بأن كل حلقتنا هي موجهة على الانتقال والجنوب، لكن أتمنى عليك أيضا أن تتابعنا حتى تجد هل نتحدث عن هذه النقاط أم لا. أيضا من أعلن وجود كورونا أصلا واضح الخطاب السطحي والخطاب الغير متخصص من الأخ المتصل من عدن الذي يقول لا يوجد كورونا، ونحن نضحك على منظمة الصحة العالمية. يا أخي الكريم الذي أتى بمسحات الفحص لمنظمة الصحة العالمية والذي تشرف على المختبرات، منظمة يتواجد لها مندوبين منظمة الصحة العالمية ومكاتب الصحة ووكيل وزارة الصحة، هو الذي يعلن والآن المتحدثة. يعني ما أدري هذا الخطاب السطحي الذي طيب ماذا عن النقطة التي ذكرها بأنكم يعني استطعتم فقط منع المتظاهرين ولم تمنعوا أسواق القات والأسواق المفتوحة وتجمعات وتكدسات الناس في كثير من الأماكن؟ يعرف أبناء المدن الآن كيف أن أسواق القات جميعها مغلقة منذ أن الإعلان الأخير لحظر التجوال، ومن ضمنها ذكر بالتحديد منع وإغلاق استمرار إغلاق أسواق القات، وهو فقط أن إذا أراد أن يناكف فليستمر بالمناكفة. وأبناء المدن في الجنوب يعرفون ويدركون هذا الأمر، وما الدور الذي تقوم به القوات الجنوبية في محاولة مساعدة الناس وحماية الناس من التجمعات ومنع التجمعات وفقا للمعايير، مع تقديرنا للظروف الخاصة الموجودة في مناطق الجنوب، وأيضا الأعباء التي يتحملها المواطنون، ومن حيث عدم وجود المنظومة الصحية وانهيارها منذ 30 عام لم يبنى مستشفى واحد في عدن نهائيا، والذي بنته المملكة العربية السعودية بعد الوحدة كان مستشفى عدن، وتم إغلاقه من قبل النظام قبل أن يقوم بخدمة الناس نتيجة حقد وأمور سياسية، أحقاد سياسية وتوجهات سياسية. النظام الذي 30 عاما لم يبني مستشفى واحد واستمر في نهب ثروات الجنوب ونفط الجنوب وكل مقدرات الجنوب. نعم، وهذا النظام الذي تتحدث عنه أستاذ عادل ثرنا عليه جميعا وكان غير مقبول به، ولكن يعني كثير من المحافظات. اسمح لي أن أعود للدكتور علي العبسي. دكتور علي، هل يمكن القول بأن الصراع في عدن هو صراع على الموارد والتي تعد أصلا محدودة، أم هو صراع لفرض السيطرة
ومن يعني سيورث السلطة في هذه المناطق؟ أنا أرى أن المسألة هي مسألة استيلاء على الموارد واستيلاء على الأموال أكثر ما هي سيطرة، لأنه أصلا الانتقالي كان مسيطرا. يعني دعني أذكر المتحدث معك قبل قليل أنه العيد الزبيدي كان محافظا لعدن وحكم عدن، أحمد بن بري كان محافظا لحضرموت، هاني بن بري كان وزيرا أيضا وزيرا في الحكومة الشرعية حتى منذ تحرير عدن وحتى اللحظة الآن المسؤولية ممسوك من قبل موالين للمجلس الانتقالي شلال شايع، ظل مدير الأمن لفترة طويلة. الاختلالات الأمنية، اختلالات الخدمات، هذه مسؤول عنها المجلس الانتقالي الذي هو كان الحاكم الفعلي وصاحب السلطة الحقيقية في الشارع. الحكومة اليمنية لم يكن لديها الوجود فعلي، كانت موجودة في معاشق فقط أمام السلطات بعض المراكز هنا هناك، لكن السلطة الحقيقية في الشارع كانت المجلس الانتقالي. ما حصل الآن المجلس الانتقالي يريد السيطرة على الأموال، يريد توظيف هذه الأموال لمصالحه أيضا، لأنه انقطع عن التمويل الإماراتي وانقطع عن التمويل السعودي، وبالتالي حاولوا قدر الإمكان إيجاد تعويض عن هذا التمويل، فذهبوا إلى استغلال موارد الدولة في عدن. لكن أشياء أخرى، يعني الخدمات اللي إذا اشتكرنا من الخدمات، المسؤول الرئيسي عنها كان المجلس الانتقالي أيضا، شخصية المجلس الانتقالي لأنه كان جزء من الشرعية. يعني لا يمكن أن ماذا فعل عيدروس الزبيدي عندما كان محافظا لعدن؟ ماذا عمل أحمد بن بريك عندما كان محافظا لحضرموت؟ الأمن ممسوك، الأمن الذي ساء جدا في عدن وصل إلى عملية قتل على الهوية وقتل على العقائد وقتل واغتيال الناس واغتيال شهود وبسط على أراضي ونهب ممتلكات والاعتداء على الحريات الشخصية، كان مسؤول الأمن فيها ومسؤول واحد من رجالات المجلس الانتقالي، وما زال حتى الآن مسيطر على الأمن. ما حصل أن مسألة الإدارة الذاتية هي عبارة عن محاولة للسيطرة على الأموال لتمويل المجلس الانتقالي، تمويل دفع الرواتب المنتسبين، دفع الميليشيات التي يقودونها. إذن اسمح لنا دكتور علي. سأذهب لي الأستاذ مدرم وأسألك. أستاذ مدرم، كان هناك يعني دعوات لاحتجاجات يعني لمطالبات عدة في عدن، ربما لم تتح لكم الفرصة لقولها اليوم، فما هي هذه أو أبرز هذه المطالبات لديكم؟ نحن لدينا كنا مطالبات. لو كان الانتقال عقلاني وانتظر نحن لرأى بيان المتظاهرين. بيان المتظاهرين كان بيان متوازي على كافة الأصعدة دون أن يذكر أي جهة بالاسم، بل إنه البيان كان محمل الشرعية أكثر ما كان محمل الانتقالي، ولكن الانتقالي هو أداء أجنبي. اذهب تعال. المطالب هي مطالب مشروعة، كانت هي مشروعة. يعني على ما هي أبرزها أستاذ مدرم؟ أبرز المطالب الآن يمكن أنا أقول لك بعض النقط فيها. نعم. أستاذ مدرم؟ أيوة معك موجود مدرم. تفضل. من ضمن المطالب واحد تصحيح الأوضاع السلطة اللي في عدن المحلية، إقالة كافة لجنة مكافحة الفساد لأنها تعتبر هي جزء الآن انخرطة في إطار الفساد، إقالة مدير الصحة، إقالة مدير الكهرباء، مدير المياه، مدير الكهرباء، وزير المياه في نعم يعني مطالب خدمية في بالدرجة الأولى. مطالب خدمية إلى الآن لم ندخل بأي مطالب سياسية. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وينضم معنا الأستاذ مصطفى نصر عبر سكايب ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. مساء الخير أستاذ مصطفى. اهلا وسهلا، مساء النور لك والمشاهدين الكرام. اهلا بك استاذ مصطفى. اصدر بن بريك قرارا بمنع تحريك معدات لازمه لتصدير النفط من شبوه، هل يمكن ان يؤدي هذا الى توقف التصدير فعلا؟ بالتاكيد هذه الخطوه سوف تؤدي الى ايقاف عمليه تصدير النفط الذي يتم سواء كان نفط صافر او نفط شبوه.
وهذا بالتأكيد سوف يؤثر بصورة مباشرة على إيرادات الحكومة المتبقية، وهي إيرادات ضعيفة للغاية، أبرزها هو الإيرادات النفطية في ظل فقدان الحكومة للكثير من الموارد، سواء متعلقة بالموارد الضريبية أو الجمركية وغيرها من الإيرادات المختلفة. يعني هذا القرار يؤثر تأثير على موازنة الحكومة تأثير كبير؟ بالتأكيد كون النفط هو المورد الرئيسي للحكومة اليمنية، وأي تأثير سلبي على هذا القطاع يشل من حركة الحكومة، ليس فقط تأثير وإنما قد تعجز عن دفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، ستصل إلى حالة عجز كبير، لا سيما إذا لم يكن هناك دعم للبنك المركزي أو تمويل مباشر من قبل أي دولة من الدول كما حدث بالسابق. ففي تصوري أنه إيقاف صادرات النفط يعمل على إحداث شلل في أداء الحكومة، بل يجعلها غير قادرة على القيام بأي إجراءات خلال. وكيف سينعكس هذا الأمر على الحالة الاقتصادية لدى الناس؟ بالتأكيد الوضع الاقتصادي هو وضع يعني في حالة انهيار خلال السنوات والأشهر الماضية، وزادت الحالة الاقتصادية صعوبة مع تراجع أسعار النفط عالمياً وتراجع تحويلات المغتربين إلى حدود ما بين 60-70%، ناهيك عن حالة الركود التي تخلقها تداعيات فيروس كورونا. هذا كله سيعمل على مضاعفة الضغط الاقتصادي على البلد، ونتوقع أنه يتأثر سعر صرف الريال، أيضاً سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي. الآن هذه التطورات على الأرض بالتأكيد ستكون لها تبعات اقتصادية كبيرة، تبعات على عمل البنك المركزي وطريقة تعامله مع البنوك الإقليمية والدولية، أيضا التعامل عبر ميناء عدن، وهل سيتم فعلا عودة استئناف النشاط التجاري عبر ميناء الحديدة. في الحقيقة هذه التداعيات على المستوى الاقتصادي تضع الاقتصاد اليمني في المجهول، وهو أصلا ما الفوائد التي سيجنيها الانتقال من هذه الخطوات أستاذ مصطفى؟ بالتأكيد أي سلطة سياسية دون أن تمتلك المال ستكون سلطة مفرغة أو غير قادر على تنفيذ أي أجندة والسيطرة، وبالتالي استكمال السيطرة على الموارد في تصوري هي الحلقة الختامية للسيطرة على المناطق التي يسيطر عليها. من الطبيعي أن الانتقالي يسعى إلى السيطرة على الموارد، لأن الموارد هي في الأساس هي أساس الصراع الحاصل في اليمن. كل الصراع الموجود في اليمن في كافة المناطق هو صراع موارد. أتصور أن هذه الخطوة يعني يحكم خلالها الانتقال السيطرة، وأيضا هناك بعد هو الأهم في المسألة اليمنية هو البعد الخارجي. في الحقيقة أن الاقتصاد اليمني هو واقع تحت سيطرة، أو البلد كلها واقع تحت سيطرة وتأثير السعودية والإمارات خلال المرحلة الماضية. البديعة السعودية الآن هي على مشارفة الانتهاء، أو تقريبا انتهت، لم يتبقى منها شيء. وبالتالي عدم وجود بديعة أخرى أو دعم، عدم دعم البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، في تصوري أنه سيدخل البلد في أزمة اقتصادية كبيرة. والشأن الاقتصادي في النهاية دون قرارات اللجنة الرباعية، في تصوري أنها هي من سيتخذ القرار، أو هي المتحكم في النهاية.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب. عودة إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل، إذن يعني يجد أيضا الأستاذ مصطفى وخبير اقتصادي بأن الصراع هو صراع موارد، وأنكم بهذا الشكل ربما تؤثرون على الحالة الاقتصادية العامة للناس من خلال ارتفاع صرف الدولار وانهيار العملة أكثر، تجفيف موارد الدولة التي تقوم بصرف الرواتب حتى الآن، فهل ستتكفلون أنتم بصرف الرواتب وبإقامة كافة الخدمات بالخطوة التي قمتم بها؟ دعيني أوضح على بعض أوضح بعض النقاط التي ذكرها ضيوف قبل الأستاذ مصطفى نصر وهو متخصص بشؤون الاقتصاد. الأخ علي العبسي قال ذكر أن المسؤولين كانوا موجودين، وكان محافظ عدن ومحافظ حضرموت. يا أخ علي، عيدروس الزبيدي عندما كان محافظا لعدن كانت عدن تنفق على الحكومة الشرعية وعلى كل المحافظات في ظل أن مأرب كانت تحجب كل الإيرادات لمأرب لوحدها، وكانت عدن تتكفل بكل نفقات وميزانية الحكومة اليمنية بمشاركة حضرموت الذي كان أيضا محافظها أحمد سعيد بن بريك. ويمكنك أن تراجع الفترة التي كان أيضا أحمد سعيد بن بريك محافظا لحضرموت وماذا قدم لها. أيضا ذكر أن الخطوة التي قام بها المجلس الانتقالي هي الاستيلاء على الأموال. يعني كيف تتحمل المجلس الانتقالي أنت خلال الخمس سنوات الماضية وتقول أنه كان مسيطر والمسؤول، واليوم تقول أن الخطوة كانت من أجل الاستيلاء على الأموال؟ يعني كانت بيد من الأموال التي استولى عليها اليوم؟ من الذي كان يأخذ هذه الأموال وإن كانت تذهب؟ كيف اليوم تم الاستيلاء وخلال السنوات الماضية من الذي كان مسؤول عن هذه الأموال وعن هذه الإيرادات؟ وكيف متابعة؟ نعم، حتى يعني أعطيك الفرصة للإجابة على بقية الأسئلة، لا يوجد لدي الكثير من الوقت، تفضل ولكن باختصار. سأكمل. الأخ المتصل من عدن سألتيه عن أبسط المعاناة والمطالب التي يعانون منها، ظل يبحث عن الورقة وقال انتظري أريد يعني بحث عن الورقة لأنها مكتوبة بالورقة، ليست معاناة حقيقية بما يشعر بها هو كمواطن من أبناء المدينة يريد مطالب، هي فقط أجندات تنفذ. هو أراد أن يقرأ لنا ما في البيان فقط أستاذ عادل كما سألته. أنت سألتي عن المطالب، والمطالب يعرفها الجميع. أنا خرجت من أجل مطالب، أعرف المطالب التي خرجت من أجلها، لا أنتظر أبحث عن ورقة حتى أخرج أقرأ من الورقة. ما قاله الأستاذ مصطفى فعلا، أنه أنا بالنسبة لي أنتم تحملون المجلس الانتقالي منذ خمس سنوات والأموال كلها ليس لا يدخل ريال واحد لصالح المجلس الانتقالي خلال خمس سنوات، فكيف تحملوه مسؤولية الخدمات؟ نعم، ولكن ألفت نظرك إلى نقطة ذكرها الدكتور عادل بأنه حينما توقف الدعم عليكم بدأتم تبحثون عن هذه الموارد. إذن نحن أصبحنا لسنا مدعومين دوليا. يعني هذا رأي الأستاذ الدكتور علي بأن التحالف لم يعد يدعمكم كما كان في السابق، الإمارات بالذات. يعني لسنا الآن مرتهنين لجهات خارجية، الآن نحن ندير أنفسنا ونتخذ القرار من أنفسنا بناء على الواقع ومطالب الشعب. من هم الآن الذي يريد في وجهة نظره التيارات السياسية المثالية التي توجد الآن؟ نعم، إذن أنقل هذه الفكرة للدكتور عادل حتى يجيب عليك. إذن دكتور علي عفوا، يعني قلت بأن الانتقالي لم يعد يستلم دعم من الإمارات، وبالتالي كما قال الأستاذ عادل إذن هم يديرون أمورهم بأيديهم ولم يعودوا مدعومين من الخارج كما يتم اتهامهم، ما رأيك؟ طبعا أنا دعيني أعلق على بعض الملاحظات التي ذكرها. أولا، إذا كانت عدن تصرف على الدولة كلها في عهد عيدروس الزبيدي، لماذا لم يقدم خدمات لعدن؟ يعني صرف على الجمهورية كلها وقدم الدولة وهي كانت تصرف على الجمهورية وتدفع الرواتب، لماذا لم يقدم جزء من هذه الأموال إلى عدن نفسها يحسن الخدمات، يحسن الكهرباء، يحسن خدمات النظافة؟ لماذا لم يعمل ذلك؟ ثانيا، مسألة الانتقالي يبدو الأخ العزيز ينسى انتقالي عمره ثلاث سنوات فقط، والانتقالي تم تأسيسه بعد أن تم عزل عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن. عند ذلك تحرك وأسس مجلس انتقالي، مجلس انتقالي عمره ثلاث سنوات حتى اليوم، يعني حتى يوم غد يوم 11 أو بعد غد يوم 11 سيصير ثلاث سنوات، وبالتالي الأصوات لم تكن تذهب له لأنه لم يكن موجودا.
مسألة الدعم لتقدم الإمارات، الإمارات لا تدعم تدعم الجنود والبسطاء الذين انخرطوا في الميليشيات لأغراض ربما أظنها أيضا نبيلة، يعني سواء كانت استقلال أو رفع الظلم أو شيء، لكنهم ما زالوا يصرفون على قيادات المجلس الانتقالي. قل لي أين هو عيدوس الزبيدي؟ قل لي أين هو هاني بن بريد؟ قل لي أين القيادات الرئيسية؟ أين أسرهم؟ أين عوائلهم؟ أليست في أبوها؟ نعم للأسف. ألم يصدر يعني هؤلاء موجودين هناك ويصرفون ويطلع البيان يطلع من من من, من أبو ظبي، ثم خليه يتابع تصريحات نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريد. يا رجل يعني وصل مرحلة أنه من الابتذال أنه مستعد أن يعمل قهوجي لمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، ومستعد أن يقدم نعم قاعدة عسكرية للمملكة العربية السعودية. أي كيف يعني إذا لم يكن هذا ارتهان للخارج ماذا نسميه ذلك؟ انتهى الوقت للأسف الشديد. شكرا لكم ضيفي العزيزين دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، أستاذ عادل الشبحي عضو إدارة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي كنت معنا عبر سكايب من الرياض، وأشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.